اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الشركسيه. الشركسيه اسئله كتير على السوشيال ميديا، هي اكله مصريه ام تركيه؟ انا مش مع الكلام، هي الاكله بتاعت مين؟ الاكله بتاعت اللي يعملها، اللي يبدع فيها، اللي يعملها بتفاصيلها، اللي تبقى على السفره بتاعتنا بتتكلم عن نفسها. شركسيه يعني ديك شركسي، فرخه حلوه هنسلقها مع بوكيه جرنيه، التوست والعين الجمل هو صوص الشركسيه مع الكزبره الناشفه، هي دي الخطوات النظريه للشركسيه. عدلها يا اخوانا الرز المصري، اذا تبقى ايه؟ اكله مصريه. اذا الشركسيه من غير الرز المصري ما تبقاش شركسيه، يبقى عنوانها المطبخ المصري. ولكن هي اكله طبعا لها اصولها من زمان، هنشوف نعملها مع بعض ازاي وتاخد الفليفر والطعم المصري. معانا النهارده سلطه الفاصوليا الخضراء، نعملها ازاي مع زيت الزيتون وعصير الليمون. الفاصوليا الخضراء انا من عشاقها، وخاصه والبشائر بتاعتها اللطيفه الحلوه من خير ارضنا، هنشوف نسلقها ازاي ويبقى لونها اخضر حتى بعد ما تتبل. الحلو بتاع النهارده، في بنروح على بعض المطاعم وبعض المحلات بتاعه الحلويات بنلاقي فورمه الجلاش بالكريمه بالمكسرات، نعملها ازاي في البيت فورمه جلاش بالمكسرات بجوز الهند بالمهلبيه؟ اكيد لها تفاصيلها. مش عايز اطول على حضراتكم لان بجد الحلقه النهارده فيها شغل كتير، يعني الشركسيه دي ثلاث حاجات في بعض، فراخ هتتسلق، صلصه هتتعمل، رز هيتسلق، التقديم نفسه لازم عنوان الاكله يبان من الريزوليشن بتاعها او من الشكل بتاعها اللطيف الجميل. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل مقادير فورمه الجلاش بالمهلبيه. مقاديرها على الشاشة بسيطة وسهلة في متناول الجميع، والصورة الحلوة تتحدث عن نفسها. جلاش معانا ومعانا مهلبية، وتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. ده مطلوب، كل حاجة على النار، على عينك يا تاجر. مش محتاج السكاكين أنا هنا. معانا مهلبية عاملينها مسبقا، عملية التبريد في التلاجة مهمة، بتغطيها. اشتغلت في حلو، لازم تغيري كل حاجة في ايدك. لا انا عملتها خلاص، انا هعمل دلوقتي فورمة الجلاش بالمهلبية او بالكريمة. ممكن تجيب الكريمة من اي سوبر ماركت، في منها الكريمة الحامضة والكريمة الحلوة اللي هي القشطة، وتربطيها بشوية نشا وشوية فانيليا، تحل وتأدي نفس الغرض. وممكن تعملي المهلبية في البيت اللي هي الكريمة عبارة عن نشا وحليب وفانيليا وسكر. في البعض بيستبدل الفانيليا مية زهر حسب الرغبة. ادي صينية الجلاش اللي هي الفورمة، وادي عجينة الجلاش بتاعتي، شيل ده من هنا كده، ونجيب السمنة البلدي المقدوحة. تعالي يا حلوة، تعالوا ندخل الفورمة بتاعتنا في الفرن واحنا شغالين واحدة واحدة مع بعض. مهلبية اخبارها ايه؟ زي الفل اهي، شايف القوام ده؟ اهو طعم الفانيليا فيها. ممكن على فكره خليكي انت بقى مميزه عني، حط رشه قرفه حلوه، القرفه مع المهلبيه حكايه. الله، هو ده الكلام. وادي صينيه الجلاش، الفرن مأمنين عليه، درجه حرارته 180، اللهم صل على النبي. بنروح على المحلات بتاعه الحلويات، اديني فورمه جلاش مبلغ وقدره. ليه؟ كل القصه ده عجينه جلاش من اي سوبر ماركت من التلاجه بتاعه المجمدات، وشويه نشا وشويه حليب وشويه سكر، وعملنا الفورمه اهي. عينيا اهو زي الفل. وادي كمان طبقه، بسم الله الرحمن الرحيم. وادي كمان طبقه، بسم الله الرحمن الرحيم. وبالعينيا هقفلها، هستأذن معاليك اهو حبيبي. شويه سمنه كده اهو، دي مهمه اهو، خلي بالك ده مطلوب جدا، سمنه جيده حلويات ممتازه. وادي المهلبيه بتاعتي، الله فيها طعم القرفه. ممكن على فكره دلوقتي الشيف يجود ويعمل حاجه حلوه قوي، هي جت بالصدفه بصراحه، وانا احب اخرج بره النص. حلو الكلام. هتعمل ايه يا عم الشيف؟ هتحط فلفله حلوه ولا ايه؟ ولا تحط ايه؟ قول لنا بالظبط يعني. ايه بره النص بتاعك ده؟ صلي على الحبيب
قلبك يطيب يا طيب. فين عين الجمل؟ هو ده، دي عين جمل مطحونة، دي مش مكتوبة في المقادير، ممكن تكون فول سوداني حسب الرغبة، خلي بالك. هو ده المطبخ، نقلب عين الجمل. الله، ايه الحلاوة دي يا شيف، ايه الجمال ده يا عم الشيف، زي ما انا شغال كده. فرن، هل شفت ازاي لما حطينا عليها عين الجمل تحس بقى لها شخصية؟ حلو الكلام. ناخد الطبقة دي نخليها كده بالسمنة، وناخد الطبقة دي نخليها كده بالسمنة، وناخد الطبقة دي كده نخليها بالسمنة. ودرجة حرارة الفرن عندي 180، بدخلها الفرن. الله، شامم ريحة الفراخ طالعة من الحلة بعد ما حطيت الزبدة، حكاية بتناديني. سمنة، غرقيها سمنة. طبعا الفورمة بنشوفها عند الراجل بتاع الحلويات أو في الباترينة، مش بالشكل ده. طب نشوفها بأي شكل يا عم الشيف؟ حالا، هو ده، ادي الطبقة الأخيرة. اللهم صل على النبي. كده جيبها في قالب لطيف حلو كده اهو، خليها كده، وكمان رقه كده، واحط عليها السمنه دي كلها وادخلها الفرن. اللهم صل على النبي. وانا اتفرج عليها دلوقتي اول ما تاخد لون وتاخد الاحمرار. مهمه جدا الحلو اللي انا عملته النهارده عشان ما تشتريهوش من بره، تعمليه في البيت. انت عارفه الحليب اللي انت مستخدماه، حليب دسم، حليب دسمه قليله، حتى ايه نوع مكسرات، الحاجات دي مطلوبه على فكره. ناخد السمنه، يا ويلي يا ويلي يا ويلي، ده عين جمل، دي عين جمل يا غالي. حلوه. درجه حراره الفرن عندي 180، هتدخلها كده يا شيف؟ طبعا لا. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ احنا مع بعض بالسكينه كده ونحددها. اللهم صل على النبي، وسكينه حاميه، ولتكن كمان سكينه منشار. بسم الله الرحمن الرحيم. بالراحه خالص. شفت التقطيعه دي؟ شفت السكينه المنشار ماشيه فيها ازاي؟ زي السكينه في الحلاوه. ليه منشار؟ عشان على طول ما تكلكعش من. والسمنه البلدي جواها. وتقوم السمنه تخش فين يا عم الشيف؟ ما بين تقطيع السكينه. مكان تقطيع السكينه. درجه حراره الفرن عندي 180، زي ما هي كده بدخلها الفرن. اللهم صل على النبي. فين مكانها في الفرن يا عم الشيف؟ هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا مع السلامه. بصلي على فورمه الجلاش بالكريمه، في دقائق معدوده عملناها، تيجي تاكلها من بره ما انتش عارفه تفاصيلها ايه، انصحك تعملها في البيت. هنقفل الفرن بتاعنا، يلا قايل لك الجلاش يا محترم خد لون، ما تزعلنيش. يا ويلي على ياني والله عيط عيط يا عجيب. انا لازم اكون صريح وواضح، خد لون عينيا. حاضر. هو كل المشاهدين عارفين الشيف صادق في كلامه. انا عارف انت مدلع الشركسيه دلوقتي. تحفه تحفه تحفه. انا عارف. حبيبي حبيبي، احلى صينيه جلاش في الدنيا. الله عليك يا عم الشيف، هو ده الكلام. العب، هو ده. اللهم صل على النبي. هو ده. الله، كل المشاهدين دلوقتي عايزين يشوفوا الشيف المغازي اختفى وراح فين. انا عارف. انا عارف، هو ده الكلام. اللهم صل على النبي. كلنا عايزين نشوف صينيه الجلاش. حصل لها معالجه. معالجه، انا بقول الحقيقه، خدت لون من فوق. عيط انا يعني؟ شلت الطبقه اللي احمرت شويه. يا باشا، وحطيت مكانها سكر. والله العظيم المصداقيه دي هي اللي بتوصل للقلب بسرعه، شويه السكر البودر دولت اخر حلاوه. ولو عندك فراوله زيناها بالفراوله، عندك فواكه زيناها بفواكه، زي ما انت حابه. رؤيه، فن، ابداع،
بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.